السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتكلم عن تجربة من التجارب ومن المؤكدات ومن المجربات لقضاء الحوائج، وهو التابعة لسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ورحمه الله. في هذا اليوم من أكبر العلماء ومن أكبر الأولياء الكبار، ورد من الأوراد تابع إليه يقول: من فعله يعني تقضى حاجته، ما عليك الفعل وعقد النية والتقبل إلى القبلة والجلس والتقبل إلى القبلة، وتكون وحدك ولا تقطعها بكلام، يعني ستفعل هذا الورد بدون قطع الكلام. ورد جد سهل، ولكن يجب التركيز والفعل والنية وعقد النية. اليوم سنتكلم عن ورد من الأوراد المؤكدة لجلب الأشياء أو طلب شيء من عند الله سبحانه وتعالى، يعني دعاء تربطه بالدعاء ويأتيك الشيء الذي تريد إن شاء الله، مثلا رزق، مال، زواج، سفر، منزل، أي أمنية أردت أن تتحقق لك، أو عمل ممكن أن تنفذه يومين حتى تقضى لك حاجتك. يعني تقرأ سورة الفاتحة، تكون جالسا متقبلا وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ سورة الفاتحة وتقول وراء سورة الفاتحة اللهم تقبل، تقول وراء سورة الفاتحة اللهم تقبل مني ما قرأت واجعل ثوابه صلاة وسلاما دائما متلازما إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ سورة الفاتحة أيضا، يعني تختم سورة الفاتحة، تقرأ سورة الفاتحة مرة أخرى ثم تقول بسم الله العلي العظيم توكلت على الحي القيوم 1000 مرة، وفي كل مرة تطلب حاجتك. مثلا سأعطيك مثال، سأقول بسم الله العلي العظيم توكلت على الحي القيوم اللهم ارزقني برزق، بسم الله العلي العظيم توكلت على الحي القيوم، توكلت على الحي القيوم اللهم ارزقني برزقا، هكذا يعني حتى تكمل 1000 مرة، يعني تطلب حاجتك في كل مرة تقول هذا الذكر 1000 مرة. هذا هو الدعاء أو الورد لسيد عبد القادر الجيلاني لطلب حاجتك، ماذا تريد، أي شيء أردته 1000 مرة تقولها وتطلب حاجتك، في كل مرة تطلب حاجتك وتنفذ الطريقة يوميا حتى تقضى لك أشياؤك بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.